نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين 24واں پارا سورة حامیم السجدہ لیسن نمبر 249 آیت 25-36 انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون اچھا اگلی آیت میں کلمہ آ رہا ہے الذین ٹھیک ہے ورنہ کیا آتا ہے الذین آتا ہے اس کو مارک کر لیجئے الذین آ رہا ہے اور اضلنا آتا ہے یہاں پر آ رہا ہے اضلانا ٹھیک ہے ان دونوں کو نشان لگا لیجئے پڑھیں گے اب وقال الذین کفروا ربنا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ليكونا نہیں ہے ليكونا اور یہاں پر بھی دو لوگوں کی بات ہے اس لیے ليكونا آ رہا ہے اس کو بھی نشان لگا لیجئے نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم اللهم اجعلنا منهم إلهي آمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا جی یہ حصہ پورا ایک ساتھ پڑھیے ومن احسن سے وعمل صالحا تک وقال إنني من المسلمين وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها
إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم سن مکمل ہو گیا دعا کے ساتھ اختتام کریں گے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک الہی آمین